السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة عن مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأتحدث معكم قليلا عن الجيلبريك وعن الأنظمة والإصدارات لأيوس التي لم يصدر لها جيلبريك إلى حد الآن. آخر نظام تم إصدار له جيلبريك هو أيوس 8.4. النظام الذي يليه أيوس 8.4.1 المتوقع أن يصدر له جيلبريك قريبا وسون حسب تغريدات على تويتر من هكر الصينيين وكذلك بعض الأفرقة مثل فريق تايك، فريق بانجو، فريق كين. أيضا أخبرونا بأن النظام أيوس 8.4.1 سيصدر له جيلبريك قريبا، فأنصحك مشاهدي الكريم الآن في هذه اللحظة وأنت تشاهدني وبعد إنهاء الفيديو بالقيام بالرجوع إلى أيوس 8.4 قبل أن تقوم أبل بإغلاق الرجوع مثل ما فعلت مايوس 8.4. النظام الذي قبله والذي أصدر له جيلبريك وتوفر له جيلبريك لحد الآن فتم إغلاق الرجوع إليه. المستخدمين الذين قاموا بتحديث هواتفهم إلى أيوس 8.4 ولا أيوس 9 لن يتمكنون من الرجوع إلى أيوس 8.4 حتى يقوموا بعمل جيلبريك، ولكن ينتظرون حتى يتم إصدار جيلبريك إلى الأنظمة التي لم يصدر لها جيلبريك إلى حد الآن. فأنصحك الآن بالرجوع إلى أيوس 8.4.1 قبل أن تقوم أبل بإغلاق الرجوع كما قلت لكم، لأن إغلاق الرجوع سيكون متزامنا مع إطلاق الجيلبريك، حيث مثلا الآن أطلق الجيلبريك اليوم إلى أيوس 8.4.1 قبل فورا يعني في اليوم الذي يليه أو في نفس الوقت ستقوم بإغلاق الرجوع أو حتى قبل أن يتم إصدار الجيلبريك. فمثلا بعض المعلومات أصدرت بأن الجيلبريك قد تم إصداره سيتاح للعامة في الأسبوع القادم، قبل ستقوم بإغلاق الرجوع إليه حتى تمنع المستخدمين من عمل الجيلبريك. هذا بالنسبة لنظام أيوس 8.4.1، فأنصحك الآن بالرجوع إليه قبل أن تقوم أبل بإغلاق الرجوع لعمل الجيلبريك الذي سيصدر قريبا. أيوس 9 وأيوس 9.0.1 وأيضا أيوس 9.0.2 الذي أصدر به الأمس لن تتمكن أو لن يصدر له جيلبريك قريبا، و بعيد يعني كل البعد بأن يصدر له جيلبريك. هذا حسب تصريحات يعني وحسب تغريدات في تويتر من الهاكرز الذين يقومون بإطلاق جيلبريك دائما كما قلت لكم، تايك وبانجو وكين. فأيوس 9 كما قلت لكم مستبعد أن يصدر له جيلبريك إلى حد الآن قبل أن يصدر إلى 8.4.1. فكل يعني إذا لاحظت وكل المستخدمين وكل اليوتيوبر وكل يعني المهتمين بهذا المجال فينصحوك، أي شخص ينصحك الآن برجوع إلى 8.4.1 فأرجع إلى 8.4.1 حتى تتمكن من القيام بعمل جيلبريك الذي سيصدر قريبا، لا تبقى على أيوس 9. أنصحك الآن بالرجوع. طريقة الرجوع سهلة، قم بالدخول إلى موقع ibsw.me، اختر نوع جهازك، الايوس 8.4 من الجهة التي على اليمين او من القائمة التي على اليمين، قم بتنزيل الفيروموير، قم بفتح الايتونز، بعد ذلك توصيل هاتفك الايفون او الايباد او الايبود بالحاسوب عبر الكيبل يو اس بي، تعال الى زر استعادة، قم بالضغط على زر شيفت مصحوبا بالضغط على زر يسار في الماوس لتختار ملف الفيروموير الذي قمت بتنزيله من موقع ibsw.me، أو في الماك قم بالضغط على زر option في الماك وكذلك شفت في الويندوز، بعد ذلك سيتم الرجوع بكل سهولة وبدون أي مشاكل. يمكنك كذلك أيضا بالدخول في وضع الريكوفري بتوصيل هاتفك، بعد توصيل هاتفك بالحاسوب الضغط على زر الباور وزر الهوم وتظهر لك علامة الايتونز والكيبل، هكذا يكون الهاتف في وضع الريكوفري. كذلك أنصحك بأخذ نسخة احتياطية قبل القيام بعملية الرجوع. هكذا تقوم أو تنتهي من الرجوع بكل سهولة وتتمكن من الحصول الجيلبريك الذي سيصدر قريبا بإذن الله، هذا حسب التصريحات كما قلت لكم. لم يبقى لي سوى أن أودعكم الآن، أتمنى تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم وأتمنى أن تكون قد وضحت الفكرة لديكم واستطعت الرجوع. إذا واجهتك أي مشكلة يمكنك وضع تعليق أسفل الفيديو سواء كنت تشاهدين من على المدونة أو من على اليوتيوب، لا تنسى الضغط أيضا على زر لايك أسفل الفيديو، كذلك زر سبسكرايب يطل الآن أسفل الفيديو هنا على اليمين، قم بالنقر قبل هذه التواصل بجديد الحلقات شبه يومية فقط على مدونة العالم الافتراضي th3vw.com، يوجد حلقات شبه يومية وتدوينات في كافة المجالات التقنية. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله، إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله. أما من ناحية الجودة شنو تشرح الحليب أنت تريد إيش؟ خلعت الآن في هذه اللحظة بالرجوع إلى نظام أيوس 9 بوينت أيوس 9.8.4 خلاص عشان طلع أنظمة 20 سنة دو ليه رجل أيوس 9
ابوي 8 بوينت، انت عارف ابوي ايش جيت.